رح نحكي بفقرتنا القانونية عن الشروط، كيف بيقدر المؤجر أنه يخلي العقار المؤجر بطريقة قانونية، وأيضا رح نحكي شو هي الشروط اللي حددها القانون، شو هي شروط عقد الإيجار. يا هايدي، أكيد ليلى، موضوع كتير مهم، وبالتالي اليوم لازم يكون في انتباه ووعي أكثر كرمال ما نوقع ضحية النصب والاحتيال، وكرمال ما يكون في مشاكل أكثر. اليوم بالقانون السوري رح نعرف هذا الموضوع أكثر، وخصوصا أنه أجاز القانون فسخ عقد الإيجار والحكم بالإخلاء، بس بالمقابل أكيد في شروط للإخلاء رح نتعرف عليها اليوم، وعلى دعوى الإخلاء ومتى تقام. أكيد كل هاي التفاصيل مع ضيفنا يلي صار معنا ضمن الاستوديو، المحامي الأستاذ أحمد السيطري. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. أهلا وسهلا. بخير يا رب. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية بدنا نحكي اليوم عن عقد الإيجار، يعني كثير من المشاكل الشائعة هلا بمجتمعنا، وعم نشوف هاي القصص عم بتصير في أشخاص ما عم يعملوا عقد إيجار، عم بيأجروا بدون عقد إيجار، في أشخاص عم يعملوا عقد إيجار. خلينا نحكي اليوم شو هي الحالات أو دعاوي الإخلاء وفق القانون. ده بالنسبة مبدئيا إذا بدنا نحكي على عقد الإيجار، مثل ما تفضلت في البداية، هي كتير فعلا عم تصير مشاكل بين الإخوة المواطنين، لا سيما أنه القانون رقم 20 العام 2000، اللي قانون رقم 20 العام 2015 ريح المواطن. يعني من قبل كانت في العقود الخاضعة للتمديد الحكمي بالعقارات التجارية والعقارات للسكن. طيب القانون رقم 6 العام 2001 اختص بنظم العلاقة الإيجارية بالنسبة لدور السكن، بحيث أنه خاضع للتمديد الحكمي بحق له للمؤجر إخلاء العقار، يأخذ 40% المستأجر لقاء أنه يخلي العقار. كمان هي فيها مفهوم عم يصير فيه التباس، أنه المستأجر عم يفكر أنه بحق له هو يأخذ يعني يرفع هو الدعوة ويعطيه للمستأجر للمالك المؤجر 60. لا، هي نزلت بالنسبة للعلاقة بالذات لدور السكن، أنه المؤجر هو على مزاجه أيمت ما بده بيرفع دعوة بيعطيه 40%. هذا الحق ممنوح فقط للمؤجر. بالنسبة هي نظمها القانون 2006، عامل القانون رقم 2001 رقم قانون رقم 6. بالنسبة كمان للعقارات الخاصة التجارية كمان نظمها القانون وبشكل مبسط، انه القانون رقم 10 لعام 2006 كمان بحق له، من قبل كان المالك الفروغ يأجر أجار باطني طبعا، وكان يتنازل بالأحرى عن المأجور لقاء انه يعني ياخذ ثمن بدون ما يرجع للمالك المؤجر، وهذا يصلح ضرر كثير للمالك المؤجر. ما كان من قبل كان يعني بحسن يمنعه، ما بحق له غير يرفع دعوى تخمين. فيما بعد وقت تنظم هالعلاقه الايجاريه صار بحق له ياخذ 10%، يعني المؤجر بيقول للمالك المؤجر المستاجر بحق له، بيقول له المالك المؤجر انه انا بدي بيع العقار مثلا 100 مليون، 100 مليون يا بيشتري بياخده المؤجر لقاء انه ناقص 10%، سواء رضي ولا ما رضي له 10% المالك المؤجر. هاي الحاله هي كمان استفاد منها. نيجي القانون 20 رقم قانون رقم 20 لعام 2015، هذا اجى بشكل مبسط وطبع عليه على عقد الشركات المتعاقدين، مثل ما تفضلت في البدايه انه ناس عم تعلق بحيث انه ما عم ينظموا العقد الايجار بشكل يعني يحمي الطرفين. هذا القانون اجى حامي الطرفين. العقد الايجار وين بيتم؟ بيتم بالمحافظه او البلديه التابع الى العقار. هون عم يعطيكم يعني القانون عطى فرصه لحمايه الطرفين. بيخلص مده العقد بيحطه بالتنفيذ، بيحطه بالتنفيذ خلال فتره وجيزه باخطره، يعني صار سنه تنفيذي موثق. لما ما عم يصير معنا عقد موثق بلاد البلديه او المحافظه، هون عم تخلق الاشكاليه. الاشكاليه اللي عم تصير انه لحتى يروح لحتى يخليه ما له موثق، ما له سنه تنفيذي، بده يضطر يرفع دعوى لحتى يثبت العلاقة الإيجارية، وفيما بعد لحتى يصير معه سنة تنفيذي بيعادل العقد اللي تم بالمحافظة أو البلدية. معناتها صار في عنده أعباء مادي، صار في طول بالوقت وفي تكلفة منيحة يعني صارت لهالشيء. عاد نحن لما بلوحه بده يرتاح بحق له، وبالأفضل لحماية الطرفين بتنظم عقد بالبلدية
او بالمحافظه. هذا الامن اكثر شيء فينا نقول استاذ، لكن في اشخاص عم يعملوا عقود مثل شكليه بين بعضهم، او يمكن بيجيبوا ورقه من ممكن مكتبه، او لحتى انه لانه صار تكلفه يمكن عقد الاجار شوي عبء على المستاجر وعلى المؤجر، فصاروا يستسهلوا القصه اليوم. واحيانا في عقود عم بتتم عن طريق محاميه كمان، هي النقطه. هل هو كمان امن هذا العقد يفترض انه يكون، ولا لازم يتثبت بالبلديه؟ يفضل بده يتثبت بالبلدية أو المحافظة، لأنه صار معنا سند تنفيذي بيحطه حين انتهاء المدة، ما رضي المستأجر يسلم العقار للمؤجر، صار عندنا بيحطه بالتنفيذ مباشرة عن طريق التنفيذ، بأخطوه خلال 5 أيام بده يسلم. في حال عمل عند محامي ما بينحط بالتنفيذ؟ في حال عمل عند محامي ما بينحط بالتنفيذ، لأنه المحامي وقت بيروح لعنده لحتى يساوي بيكون مثلا مختلفين على شيء معين، على التسليم، على الاستلام، على المدة، على المبلغ اللي بده يندفع بين بعضهم. محامي هون ممكن يبسط له الأوضاع، يحطه بالصورة، كل واحد شو بيستلم لحقه، إيمتى بيقبض، شو الطريقه، شو الاليه، شلون الاجار بده يتم، في قبل يكون مفروش، في قبل يكون يعني وقت طويل. المحامي عليه يوضح للطرفين كل واحد شو الحق اللي له، بنظم العقد المحامي، نظم العقد. بس من ضمنها اكيد ما في محامي الا ما يحط بند منهم انه يراجعهم سواء البلديه او الجهات المختصه، سواء البلديه او المحافظه، لتثبيت هذا العقد. يعني محامي وثق لهم، حط وجهات النظر، وصلهم، بس مستحيل ما ينصحون روح يحطوه بالبلديه. طيب. يعني في توفير كثير كثير من السلع اليوم. طيب استاذ، خلينا نوضح اكثر للمشاهدين، من هو صاحب الحق باقامه دعوى الاخلاء؟ دعوى الاخلاء بتتم من قبل المالك المؤجر، في مالك وفي مؤجر، هذا بحق له وهذا بحق له. لان في نقطه انه اذا كان تم وفاة مثلا المؤجر، اذا توفى ورثته بحق له ان يعملوا عقد الايجار. بنيجي بالنسبه للمستاجر، اذا توفى ورثته، هون في عندنا نقطه حساسه كثير بدور السكن. دور السكن لما بده يتوفى المستاجر، ورثته اللي مقيمين معه بالمنزل هن اللي بيعتبروه مستاجرين. هون عندنا في نقطه لما نحكي فيها انه عقارات الخاضعه للتمديد الحكمي، عقارات خاضعة للتمديد الحكمي هي العقارات القديمة مأجرة مثل دور السكن قبل 2006، بالنسبة لدور المحلات التجارية قبل 2001 عفوا، دور السكن 2006 عقارات التجارية، هي خاضعة للتمديد الحكمي. خاضعة للتمديد الحكمي معناتها دور السكن عم نحكي فيها، هي النقطة الأخيرة، إنه وقت اللي بيتوفى المستأجر مين قاعد معه بالعقار، هذا فقط اللي بيكون التمديد الحكمي لحقه له. يعني مو كأرث بقدر ما هو انه ساكن معه بنفس البيت المؤجر. في نقطة حساسة كمان، انه اذا كان بنت المستأجر طلعت برات البيت، تزوجت هون ورجعت، هاي من حقها كمان انه تكون بنتقل الى تلقائيا بصفته انه خاضع للتمديد الحكمي. اما الابن او حدا كان معه بالبيت طلع واستقل لحاله، اشترى بيت وسكن لحاله، او غادر البيت فتره طويله، هذا ما بيشمله بالنسبه للعقد التمديد الحكمي، ما بيشمله انه بيرجع هو كمستاجر عن المستاجر المتوفي. تماما. لكن اليوم في اشخاص ممكن يصير عندهم تقصير بالدفع الايجار، او في حال طالبهم الشخص صاحب العقار بزياده المبلغ تناسبا مع الاشياء اللي عم بتصير من ارتفاع الاسعار، انه انا اليوم الكل رفع الايجارات، انا بدي يغلي شوي الأجار، رفض هذا المستأجر أنه يزود له مثلا الإيجار، أو رفض أنه أو قصر أنا شهر شهرين ما دفع له، شو هي الشروط اللي هو لازم يسويها أو الإجراءات لازم يتبعها؟ أستاذ سؤالك شقين، أول شق أنه إذا كانت الإجراء قليلة بده يرفع الإجراء، نعم هي بصير فيها دعوة تخمين. دعوة التخمين دائما وأبدا بصير كل 3 سنوات من تاريخ قيد الدعوة، بعد 3 سنين بحق له المؤجر أنه يرفع دعوة تخمين. وفي ممكن اذا كان حس ان المستاجر كمان انه في غبن كمان بامكانه يرفع دعوى تخمين. وانما بشكل عام انه مشان زياده الاجره، محكمه قررت اجرة هالقد المبلغ بموجب قرار تخمين طلع، لانه في لجنه بتطلع وبتقدر هالشيء. اما بالنسبه للتقصير بالدفع، وهي من ضمن دعاوي الاخلاء، يعني بالنسبه لدعاوي الاخلاء هي من ضمنها، وهي كمان نقطه حساسه، انه تعلق التقصير عن الدفع، هاي نحن في عندنا 8 حالات هاي من يعني كثير الشائعه، انه التقصير عن الدفع ما عم يعرف انه في قديش له اهميه المستاجر عم يستهتر بدفع الاجره. الشرط الاساسي تبعها انه تكون متوافق مع البطاقه البريديه. نحن شلون نحن بنعرف انه فلان صار في عنده تقصير عن الدفع؟ نبعث له اما
انذار عن طريق كاتب العدل او بطاقه بريديه مكشوفه انه انت ترتب عليك مبلغ مشان تدفعه قدره مثلا 10,000 ليره عن شهر اول ثاني ثالث. بس في عندنا نقطه انه بدها تكون الايجار الاجره اللي عم نطلبها بدها تكون من ضمن السنه الايجاريه المنتجه بالاخلاء. يعني في عندنا مثلا السنه الاولى انا عم نطالب نحن بالشهر الاول للسنه 2024 العلاقه الايجاريه بتبلش من السنه الايجاريه بتبلش من 1/1/2024 ل 31/12/2024. اذا بدي طالب انا عن الشهر الاول عن هي السنه المنتجه بالاخلاء وطالب فيها عن 5 شهور 10 شهور من السنه الماضيه السنه الماضيه يعتبر دين عادي ما بيؤدي للاخلاء، وانما الشهر الاول واللي طالبت الشهر الاول والثاني من هي السنه هي منتجه بالاخلاء. في عندهم مده 30 يوم اذا ما دفع خلال مده 30 يوم بيتعرض حاله انه نرفع دعوه بمواجهته من قبل المؤجر. شو العقوبه في حال ما دفع؟ هو هون بيت القصيد انه اذا كان ما دفع خلال مده 30 يوم بيلجا المؤجر لاقامه دعوه عليه على المستاجر لعل التقصير عن الدفع. يا الحاله هي في معه لمده 30 يوم من تاريخ تبلغه استدعاء الدعوه، اذا كان تبلغ بالذات مضى 30 يوم بده ما دفع تبلغ بالذات، اذا ما تبلغ بالذات معه مدة 30 يوم من تاريخ تبلغه الاخطار. بس بهالحاله هاي شو بيكون في صار هون الضرر اللي عم نحكي عنه؟ العقوبه لحالها اجته اللي هي عقوبه تقصير عن الدفع. تقصير عن الدفع هاي شو بصير؟ بصير سابقه تقصير عن الدفع لا ما بيستفاد منها غير مره واحده. مره ثانيه اذا بده يصير تقصير عن الدفع بلغ بطاقه بريديه ما تبقى وما رضي يدفع خلال مده 30 يوم هون يخلى حكما. ليش؟ لانه القانون منحه فرصه واحده لانه يدفع ويتفادى الاخلاء، بس بشرط كمان انه بده يدفع 5% من تاريخ الاستحقاق لحين السداد التام لحين الوفاء. هو بده يدفع 5% فوق الاجره المستحقه. معناتها صار بده يلحق حاله يدفع 30 يوم ما دفع في عندنا تبليغ 30 يوم اذا ما تبلغ بالذات، اذا تبلغ بالذات 30 يوم بيصير بحقه، عندنا 30 يوم من تاريخ الاخطار. بس باعتبار سابق التقصير عن الدفع وما بيستفاد غير منها حال مره واحده. بالاضافه لهالشيء بده يدفع 5% فوق المبلغ المترتب عليه. تمام. نعرف اليوم استاذ بالامور القانونيه دائما في شروط جديده او تعديلات بخصوص هذا الموضوع، بخصوص العقود والايجارات، في تعديلات جديده كان في على القانون؟ التعديلات الجديدة أحسن شيء طلع قانون رقم 20 لعام 2015، هذا نظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين. هذا آخر قانون، هذا الخاص بالموضوع، لأنه يعني عقد الشريعة المتعاقدين من قبل كليته بيقولوا عقد الشريعة المتعاقدين، عقد الشريعة المتعاقدين، وأنه في عندنا العقارات التجارية والعقارات السكنية هي شمل العقار هي مأجرة من قبل، كانوا يقولوا عقد الشريعة المتعاقدين، وإلا ما تطبق عليها اجت على قانون رقم 6 لعام 2001 نظم العلاقه فيها حصرها 40% بحال انه ياخذ البيت تبعه. هي من الاخلاء بده يخليه بده يعطيه 40%، هي حق للمؤجر فقط وليس للمستاجر. عن العقارات التجاريه منحه المشرع لمالك المؤجر انه 10% يا بتشتري ناقص 10% يا بترضى بالمبلغ اللي بيقول لك عليه المستأجر. المستأجر بده يبيع المحل، بيقول له بيبعث له تبليغ او بطاقه بريديه او انذار كاتب عدل اخطار، بيقول له انه انا بدي بيع 100 مليون، اذا بده يشتري بياخذه ناقص 10 مليون. هي ال 10% اللي عم نحكي عنها. اذا كان قال اوكي انا ما عندي مانع اعطيني 10% ويبيع الصفل. هو بده هو ملزم صار ينقل العلاقه الايجاريه، يقول تبع ينظم عقد ايجار جديد مع اللي اشترى الفروغ جديد، من قبل كان هذا محروم. ما كان يطلع له شيء. تمام استاذ، اذا بدنا نحكي شوي عن الاشخاص اللي بيأجروا او بجوز يكون كانوا عاملين عقد اجار لهذا المستاجر، خلص مده عقد الاجار، ضل هذا المستاجر قاعد بهذا البيت، اليوم شو هل في شروط قانونيه تحمي مالك هذا العقار في حال المستاجر خل معه او رفض يخلي العقار اللي هو ساكن فيه؟ هون بده يضطر سواء محل او منزل. برافو. هون بده يضطر يرفع دعوى تثبيت علاقه ايجاريه. هذا اللي حكينا عنه وبنأكد عليه انه القانون منحكم تنزلوا على المحافظه والبلديه، اذا كان بده يوفر على حاله مشان الضريبه، ضريبه بتجي بسيطه يعني بتعادل، خلينا نقول تعادل يعني اتعاب عقد سواء مكتب عقاري سواء يعني محامي ممكن يعني ينصحهم اكثر ياخذ مثلا شيء معين، وانما
في شيء بسيط عم يحموا حالهم. هون بهالحالة هاي ما رد على القانون، رد على مكتب عقاري سواء عم ينصحه او واحد يرفيه او شيء، قال له خلص ساوي يا اخي ما في شيء، ما تاكلها. هون الناس عم تورط حالها مثل ما بتفضلي، بحيث انه بده يرفع دعوه تثبيت تثبيت عقد الايجار فيما بعد لحتى يرجع يرفع دعوه اخلاء. معناتها الضرر بالوقت والضرر بالمادي. الاسلم والأنص أفضل أنه ينظم عقد بشكل يعني يتكلف أضعاف الشيء اللي أضعاف حسب أضعاف المتوفر أضعاف عليه. فوق ما تصورين إذا كان بده يرجع بغض النظر أنه المادية في عندك الوقت بينما يحطه بالتنفيذ خلال خمس أيام يروح يستلم بيته، بينما ما بتعرفي سنة قديش بتضل، شو الإشكاليات اللي بتطلع من المستأجر. ممكن يقول أنا عطيته لقدام، أنا منظم، أنا شاري، ممكن يخلق له اي شغله كانت ان شاء الله يتاخر يوم ولا يومين، هذا عم ياثر عليه. اما الافضل انه على طريق المحافظه ولا البلديه خلال خمس ايام مرتما خلص صار سنه تنفيذي، بيحطه بالتنفيذ مباشره، ما حدا بيحسن يعترض عليه. طيب لجانب الاخلاء والمده اللي لازم يخلو فيها العقار، في حال كان المالك اليوم اجر بيته لناس ان كان بيت او عقار او اي شيء، وفي حال هدول الناس المستاجرين يعني خربوا اي شيء او نزعوا اي شيء بالبيت او كان في فواتير وامور، في عقوبات ممكن تكون بحقهم؟ هو ما بتح يعني في عندنا حالات الاخلاء تمام بالعقود الخاضعه للتمديد الحكمي. هلا في عقد عندي مثلا بالسكن او حتى بالتجاري، هو في يرجع بيقولوا في تامين كمان. نعم لا مش مساله تامين، قرر ما هو الاساءه اللي عم يسببها للعقار هي لحالة بتخليه يعاقب عليها. هي من ضمن الحالات اللي حكينا عنهم انه بحق له المؤجر يخلي المستاجر في حال وجود اي حاله من الحالات الثمانيه، هي من ضمنها انه اساءه استعمال الماجور مثل على التقصير بالدفع، اساءه استعمال الماجور اللي فيها هي بتكون البنود بعقد الاجار موجوده يا استاذ. أني في حال مثل ما ذكرت هايدي انه في حال اي شيء صار بالبيت اي خلل ما في عقد ايجار ما في شيء بغض النظر في ولا ما في، المفروض انه هي اساءه تعرض الى العقار. هي اساءه استعمال ماجور، واحد بده يعمر بيت ساو ابو بمحل ولا ساو ابو بالبيت، هذا كله له تاثير. عمر فوق بدون ما ياخذ اذنه ولا يساوي اي شيء، هذا له تاثير. نجي كمان عقار، مثلا نفترض عقار تجاري مؤجر مثلا صيدليه، يجي يحط اذا نحف نفسه تبع الصيدليه المستاجر صيدليه، يجي يغير المهنه يحطها حداد ولحام بمنطقه سكنيه، هذا كلياته كمان بياثر، مو شرط انه العمار هو اللي اثر، ممكن تغيير المواصفات بشكل صحيح. انه يوهن العقار، صار في ضرر على العقار. هون بحق له انه يرفع دعوى لعدم اساءه استعمال الماجور مثل ما بيخلى على التقصير عن الدفع. يعني في عدة حالات، هي تقصير عن الدفع في حال الوفاة، في حالة حرب انه يعمر بناء الهدم والبناء، علة الهدم والبناء كمان علة التملك اذا كان تملك المستاجر كمان، هي من ضمن الحالات. هي الحالة استاذ اللي بيتملك فيها المستاجر في حال ما كان في عقد ايجار نهائيا، هو اصلا اذا ما في عقد ايجار ما في علاقة ايجارية. طب البيت مو باسم الشخص اللي خلينا نقول هو المؤجر، ما في شيء قانوني اليوم يحميه لحتى يقدر فعلا يخلي منزله في حال كان مأجره بدون عقد إيجار أو إذا ما في عقد إيجار ثابت التاريخ قبل 2001 بالنسبة للسكني وقبل 2006 بالنسبة للتجاري يخلى، معناته ما في علاقة إيجارية. هون معناته بيستفاد المؤجر طبعاً، ما في علاقة إيجارية، معناتها ليش لحتى يلجأ لحتى يثبت أو شيء؟ هذا بنعكس على مين؟ على المستأجر. المستأجر هو اللي بده يثبت أنه أنا مستأجر. في حال رفع دعوى المؤجر عليه أنه أنا بدي عقاري، بده يكون ثابت، نحن من محور الحديث بشكل عام أنه بده يكون في علاقة إيجارية ثابتة لموضوع الحلقة كله اللي عم نحكي فيه، علاقة ثابتة وخاضعة للتمديد الحكمي بنمشي فيها لنحمي حالنا من هاي الإخلاءات. أما بشكل عام عقد بنصح السادة المشاهدين انه يتنظم عقد لدى البلدية او المحافظة بيحمي حقه بشكل كامل. تمام، بالختام نشكرك كثير المحامي الاستاذ احمد السيطري، نورتنا وشكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير لك. شكرا لك استاذ، ورمضان كريم عليك، بقيت نهار حلو لك.